المؤلف صاحب أفضل المبيعات تبعاً لتقييم نيويورك تايمز جون سي ماكسويل، 15 قانون لا يقدر بثمن للنمو. ليه؟ لشو؟ للنمو. طبقها لتصل إلى أقصى إمكانيات. كتب أخرى لجون سي ماكسويل تعلم كيف تصبح النجاح الحقيقي، كيف تحقق النجاح الحقيقي لليوم، أهمية الفوز مع الناس، 21 قانون لا يقبل الجدل في القيادة، 21 صفة لا غنى عنها في القائد، الموهبة لا تكفي أبدا، اختبر حلمك، الفشل البناء، قائد 360 درجة، قوة التفكير على مستوى أكبر، أساسيات القيادة، أساسيات التوجه الذهني، أساسيات الإعداد، أساسيات العلاقات، أساسيات النجاح، أساسيات تحسين الذات، قوة التوجه الذهني، قوة التأثير، قوة القيادة، صانع الفارق، مختارات يومية من كتابات ماكسويل. أي كتاب باسم جون سي ماكسويل اقتني. The 15 Invaluable Laws of Growth. Live them and reach your potential. جون سي ماكسويل. المحتويات. بلش بالمقدمة بعدين. القانون الأول قانون الإرادة، النمو لا يحدث من تلقاء نفسه. القانون الثاني قانون الوعي، يجب أن تعرف نفسك لتنمي. الثالث قانون المرآة، يجب أن ترى قيمة نفسك حتى تزيد قيمة. القانون الرابع قانون التفكير، تعلم التريف قليلا يسمح للنمو أن يلحق بك. القانون الخامس الثبات، التحفيز يجعلك تنطلق والانضباط يجعلك تواصل النمو. السادس البيئة، يزدهر النمو في الأجواء المساعدة. السابع قانون التخطيط، لتحقيق أقصى قدر من النمو طور استراتيجيات للعمل. الثامن قانون الألم، الإدارة الجيدة للتجارب السيئة تؤدي إلى نمو عظيم. قانون السلم التاسع، نمو الشخصية يحدد قمة نموك الشخصي. قانون العاشر قانون الشريط المطاطي، يتوقف النمو عندما تفقد قوة الشد بين مكانك الحالي والمكان الذي يمكن أن تكون فيه. قانون المبادلات الـ11، عليك أن تتخلى عن بعض الأشياء لكي تنمو. قانون الفضول 12، السؤال عن السبب يحفز النمو. قانون 13 قانون النمذجة، من الصعب أن تتطور عندما لا يكون لديك أحد تتبعه سوى نفسك. قانون 14 قانون التوسع، النمو يزيد دائما من قدراتك. قانون 15 قانون الإسهام، تنمية نفسك تمكنك من تنمية الآخرين. كل مشكلة تسهم في معرفة المرء بنفسه، مثل ما بيقول جون ماكدونالد. بالنسبة لمعظم الناس الإنجاز هو شيء تفعله، وبالنسبة لأصحاب الإنجازات الإنجاز هو شيء تكونه. دوغ فايرو، فقط ضعيف الأداء هو من يكون دوما في أفضل حالاته. دبليو سومرست موم، سوف يتشبث الناس بنمط الحياة غير المشبع بدلا من التغيير للحصول على شيء أفضل بسبب الخوف من الحصول على شيء أسوأ. إريك هوفر، جورج برنارد شو، الكاتب الذي فاز بجائزة نوبل في الأدب عام 1925، أدرك أن أفضل استفادة من الحياة هي خدمة الآخرين. لقد قال: إنها السعادة الحقيقية في الحياة أن تحيا من أجل هدف أدركت بنفسك أنه هدفك الأسمى، وأن تكون قوة طبيعية بدلا من أن تكون كتلة صغيرة أنانية محمومة من العلل والشكاوى تتذمر بأن العالم لا يكرس نفسه من أجل منحك السعادة. أنا أتبع الرأي الذي يرى بأن حياتي تنتمي للمجتمع ككل، ولطالما أنني على قيد الحياة فلدي شرف تقديم كل ما في استطاعتي لهذا المجتمع. أريد أن أكون قد استنفدت تماما عندما أموت، لأنه كلما عملت بجد أكثر تمتعت بالحياة أكثر. أنا أستمتع بالحياة بحد ذاتها، الحياة ليست شمعة صغيرة بالنسبة لي، بل هي نوع من المصابيح الساطعة أمتلكها الآن، وأريد أن أجعله يسطع بأقصى قدر ممكن قبل أن أسلمه للأجيال القادمة. إذا أردت لحياتك أن تسطع بقوة للآخرين والأجيال القادمة، واصل نموك. وفي له تطبيق مجاني مصاحب متوفر للتحميل، 15 قانون لا يقدر بثمن للنمو، جون ماكسويل. هذا التطبيق العمل المصاحب سيتوفر للتحميل على الآيفون والآيباد الخاص بك، وسوف يساعدك على زيادة تطبيق قوانين النمو 15 القيمة الخاصة بجون ماكسويل. لكن العبارات المقتبسة من الكتاب مع أصدقائك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. تابع تقدم أهدافك الشخصية، اصنع سجل الاحتفال بإجاباتك للأسئلة المهمة في الكتاب، احتفظ بالأفكار المهمة حاضرة في ذهنك داخل مكان مخصص للاقتباسات المفضلة، احصل على عينة من الطبعات الأخرى للكتاب، وتفقد عناوين الكتب الأخرى لجون ماكسويل. 15 قانون لا يقبل الجدل، 15 قانون لا يقدر بثمن للنمو، جون سي ماكسويل. طبقها لتصل إلى أقصى إمكانية.